أهلا بكم مشاهدينا مع حلقة جديدة من نحن أصدقائك. مثل ما أنتم عارفين البرنامج يتابع أنشطة مرافق شركة المشروعات السياحية اللي منتشرة في مختلف مناطق الكويت. اللي وده يتعرف أكثر على استعدادات شركة المشروعات السياحية لبطولة الرياضة المتنوعة التي ستقام يوم الخميس المقبل، نقول له تابعنا، ولكن بعد هالفاصل هذا. أعزائي المشاهدين، شركة المشروعات السياحية تستعد يوم الخميس المقبل لانطلاقة مهرجان الرياضة المتنوعة. وهناك عدة جهات تشارك مع شركة المشروعات السياحية في تنظيم هذا المهرجان. إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة من هذه الجهات المشاركة في مهرجان الرياضة المتنوعة. للحديث عن دورهم في هذا المهرجان يسعدنا نلتقي بالأستاذ نادر الأنصاري من قسم العلاقات العامة والتنسيق في إدارة الطوارئ الطبية، الذي بعد الترحيب فيه حدثنا عن دورهم قائلا: راح يكون مشاركة الإسعاف مع الجهة المنظمة. طبعا بالبداية احنا لازم نعرف عدد المشاركين، فإذا كان العدد أكثر من يعني من 50 نشارك بأكثر من إسعاف، إذا كان أقل من 50 نشارك سيارة إسعاف، وعلى طبيعة نفس المشاركة اللي هتكون يعني الرياضة المتنوعة في هذا المهرجان. أستاذ نادر، يعني كم سيارة إسعاف راح تشاركون فيها؟ احنا راح نشارك بسيارة واحدة، راح تكون من بداية الانطلاق لنهاية الحدث، لأنه الحدث متنوع، في عندهم كذا مكان في المشاركة. فهو اسمها الرياضة المتنوعة، فراح يكون معهم بتسلسل من بداية الحدث لنهاية المهرجان. نعم، يعني من خلال هالرياضة المتنوعة، يعني هالرياضة هذا فيها قوة تحمل، فيها مسافات كبيرة، هل حاطين ببالكم مثلا ان دائما اي مهرجان تشاركون فيه ان شنو هالنوعية، شنو تحتاج له من ادوات طبية معينة متوفرة في سيارة الاسعاف استاذ نادر؟ اي نعم، بالنسبة لإدارة الطبية تقوم بتجهيز يعني بسيارات الإسعاف بأحدث الأجهزة الموجودة وأتقن الأجهزة، وتقريبا ما ينزل من أجهزة جديدة تقوم بتجهيز سيارات الإسعافات، والإسعاف راح تكون مجهزة بسيارة بطاقم طبي فني طوارئ طبية أول من المسعفين اللي تعليمهم فوق المستوى ومهيئين لجميع الحوادث والشغلات اللي تحصل أثناء الحدث، مدربين في أعلى مستوى، والإسعاف مجهزة بتجهيز كامل. يعني من الإصابات البسيطة تعالجون إلى الإصابات الخطرة. نعم يعني نعم، عندنا أحدث أجهزة لتخطيط القلب داخل سيارة الإسعاف يقوم بها فني طوارئ طبية. نعم، عادة مثل هذه يعني المهرجانات وهذه السباقات والرياضة المتنوعة، شنو أغلب الإصابات اللي تعالجونها أستاذ نادر؟ معظمها جهد الجانية، معظمها جهد أو سقوط. يعني يكون يركض وفجأة طاح، أو أنه دخل في صار مع إجهاد، الجهاز هذا أثر عليه أنه خلاص فقد السيطرة على الجسم، طاح يتعور، فهذا إحنا نقول ما من يعني سقوط أو دخول في كوما أو يعني إغماء، أو أن بعض الإصابات تصير مثل القاري، كذا كان راكب قاري أو نوع الشغل اللي متسابق فيها من سيارة أو رالي أو ماراثون، أو يعني على حسب الموجود كله شو اسمه متوفر يعني. نعم، بما انها استاذ نادر يعني رياضه متنوعه، يعني من ضمن هذه الرياضات الدخول السباحه في البحر، هل انتم يعني راح تتواجدون مثلا يعني على الساحل مثلا، او عندكم مثلا مسعفين مهيئين ان يدشون داخل ايضا اذا شخص دخل البحر مثلا؟ نعم، هذه احنا في عندنا تكليف بعد هذا اليوم نادي البحري الكويتي هم اللي هو سباق جيت سكي. تواجدنا حيكون في الشط، كلامك مضبوط. عندنا مسافرين طبعا نوفر لهم مكان عيادة، ينزلون عندهم شنط مجهزة بكل الأمور اللي يحتاجها المسعف في هذه الحدث،
يكون تواجدهم بالشط بس في مكان يتوفر للمكان يكون المسافرين متواجدين. أمرار إذا كان مشاركات داخل البحر مثل سباق الزوارق ممكن نتواجد مع نقاط الدوريات مع نقاط الخفر أو نقاط لنش الصحة. نعم. يكون في نقاط يعني يكون تواجد على حسب حاجة الحدث. أي. لكن هذا حدث يعني مسافة بسيطة فراح نكون تواجدنا معهم على الشط لحين ما يطلع حنمشي معهم. نعم. إيه إحنا يعني وين هم يعني سباقهم نكون إحنا متواجدين معهم. شركة المشروعات السياحية حيث الضيافة الدائمة. أيضاً أعزائي المشاهدين، من الجهات المشاركة في البطولة الثالثة للرياضة المتنوعة جمعية الهلال الأحمر الكويتي. خالد المطيري ممثل الجمعية حدثنا عن مشاركتهم قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً هذه السنة الثالثة على التوالي اللي تشارك فيها جمعية الهلال الأحمر الكويتي. طبعاً إحنا إن شاء الله راح نشارك في سيارة إسعاف وعدد من الأخوان المتطوعين اللي راح يتواجدون على خط سير السباق. نعم. هل حددتم العدد من المتطوعين اللي راح يشاركون في هذا المهرجان؟ العدد مبدئيا إن شاء الله 10 متطوعين. كل ما زاد عدد المتسابقين إن شاء الله راح نزيد عدد المتطوعين والمسعفين اللي راح يتواجدون بالسباق. نعم. ودنا نتكلم بالضبط شنو راح يكون دوركم أخوي خالد؟ احنا ان شاء الله دورنا راح يكون مع بداية السباق راح تواجد سيارة اسعاف تنطلق مع بداية السباق وراح يتواجدون عدد من الاخوان المتطوعين على خط السباق. راح يقدمون ان شاء الله مشروبات الماء البارد حق الاخوان المتطوعين المتسابقين، وراح يكون اذا لا سمح الله وقع اي حادث ولا شيء راح يتعاملون وياه. نعم. تقديم اسعافات اوليه وهذا. بالنسبه حق المتطوعين اللي راح يشاركون في المهرجان، هل هم مثلا متطوعين مدربينهم على هالمهرجانات هذه اللي فيها سباق فيها قوه تحمل، يعني متخصصين في مثل هذه المجالات مدربين استاذ خالد؟ نعم، عندنا مسعفين عندهم كرنيهات مسعفين ماخذين دورات في الطوارئ الطبيه، وعندنا اسعافات مجهزه تجهيز كامل لمثل هذه الامور. طبعا احنا لنا دور كبير بعد في هالمشاركات. احنا شاركنا في مسابقات كثيره، طبعا منها يوم المشي الوطني اللي يرعاه بنك الكويت الوطني اللي هو كل سنه يسويه احنا نشارك فيها. نعم. هل عندكم مثلا هناك تنسيق مثلا بين جمعيه الهلال الاحمر الكويتي مثلا واداره الطوارئ الطبيه، مثلا اسعافهم هم بالبدايه انتم متاخرين يعني حتى تغطون كافه السباق، هل هناك تنسيق استاذ خالد؟ طبعا في تنسيق. الطوارئ الطبيه ان شاء الله راح ينطلقون في بدايه السباق مع الاخوه اللي يكونون في مقدمه السباق. احنا ان شاء الله راح نكون الاسعاف مالنا في المؤخره، لان السباق تدري في ناس راح تتفوق وراح ناس تكون في الخلف في المؤخر، فراح يكون متواجدين وياهم ان شاء الله ويساعدونهم لخط النهايه. استاذ خالد، يعني ذكرت اثناء كلامك ان هناك 10 متطوعين، هل مثل العدد يقاس بالعدد ايضا عدد المشاركين في السباق اذا كان كبير او قليل، من هنا تحدد الكميه او العدد؟ طبعا كل ما زاد عدد المتسابقين راح يكون في يزيد عدد المتطوعين والمسعفين الموجودين في السباق. نعم. لان العدد اذا كان كبير راح يكون في تحضر مشاكل او شيء. نعم. انتم يعني انتم يعني سياره الاسعاف في وحده راح تكون مع المتسابقين وفي نقاط تكون ثابته. نعم. بالنسبة لكم يعني في نقاط ثابتة إن شاء الله وراح يتواجدون فيها المتطوعين يقدمونهم المشروبات والماء البارد حق الإخوان المتطوعين، وفي طبعا مستجدات في السباق هذا الثالث. احنا إن شاء الله راح نسوي نقاط ثابتة في رأس الأرض ونادي الشعب عند دخول الإخوان المتسابقين هذه المنطقة للتبديل ما بين الدراجات والركض. راح يكون متواجد نقطة ثابتة في الموقع هذا تخدم الإخوان عند دخولهم، لان اثناء تبديل تقع بعض الاصابات بعض هذا، فان شاء الله النقطه هذه الثابته راح تكون موجوده لتقديم المساعده.
طبعا نتمنى ان شاء الله انه يصير لك الخير، بس هذا ان شاء الله احتياط. أعزائي المشاهدين، للتعرف على آخر تجهيزات شركة المشروعات السياحية للبطولة الثالثة للرياضة المتنوعة التي ستقام يوم الخميس المقبل، حدثنا ناصر الفودري مشرف نادي الشعب البحري ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة الثالثة للرياضة المتنوعة قائلا: طبعا مشكورين لتاحة هذه الفرصة. تجهيزات طبعا احنا حاليا في أتم الاستعداد تنفيذ هذه البطولة. أحب ننوه لجميع الأخوان المتسابقين، إن شاء الله عندنا يوم الأربعاء راح يكون لقاء تنويري كالعادة مع البطولة الثانية والأولى، بإعطائهم الإرشادات وطريقة الاستعداد وبداية الانطلاقة، وكما هي العادة بإحضار الدراجات إلى شاطئ العقيلة لبداية انطلاقهم إن شاء الله يوم الخميس. التجمع راح يكون الساعة 9 في شاطئ العقيلة لبداية الانطلاقة. الاجتماع التنويري وين راح يكون أستاذ ناصر؟ راح يكون إن شاء الله اللقاء التنويري في نادي الشعب إن شاء الله في تمام الساعة 7 مساء، راح يكونون عندنا في الصالة لإعطاهم آخر ما هو مستجد من شروط ولوائح لهذه البطولة. لقيتم هالسنة تجاوب من المتسابقين؟ وصلتوا إلى العدد اللي تبونه؟ طبعا فيما يخص العدد، طبعا اللي توصلوا معنا طبعا هم العدد لا شبيه له مع البطولة الثانية والأولى. كنا هالبطولة قلت لك هي قوة تحمل ولياقة بدنية جدا عالية لاجتياز هذه المراحل، فعندنا عدد لا بأس في 60، ويعتبرون انهم انا اشوفهم من وجهة نظرنا محترفين لاجتياز هذه المراحل. صح، يعني مو كل واحد يعني مبتدئ يقدر يكمل يعني. لا، هم طبعا اول بداية كان عدد 300 شخص، فكانوا يجدونها بطريقة مرنة، والبطولة الثانية كان العدد 200 إلى 150، وصلنا للبطولة الثالثة لا، فقط اللي دخلوا معنا ما هم المقتدرين وعندهم لياقة جدا عالية من البدنية لاجتياز هذه المراحل من الدراجات ومن يلي الجري وفي ختام السباحة. ذكرنا بالجوائز اللي راح تقدم للثلاثة الفائزين. طبعا رصدت جوائز قيمة على السنة الثالثة هذه على التوالي، هي الجائزة الأولى هي مبلغ قدره 1000 دينار كويتي وكأس وميدالية ذهبية، والجائزة الثانية 700 دينار وكأس وميدالية فضية، والجائزة الثالثة هي 500 دينار كويتي وأيضا كأس وميدالية البرونزية. كل الشكر للأستاذ ناصر الفودري مشرف نادي الشعب البحري ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة شركة المشروعات السياحية الثالثة للرياضة المتنوعة. إن شاء الله راح يكون لنا متابع من خلال نحن وأصدقائك لهذه البطولة المشهود لها يعني. إن شاء الله، وطبعا هذا بدعم منكم لإنجاح هذه الفعاليات في هذه البطولة. شاكر لكم جدا. شكرا لك. قبل الختام نحب نذكر المشاركين في البطولة الثالثة للرياضة المتنوعة عن الاجتماع التنويري اللي سيقام يوم الأربعاء إن شاء الله الساعة 6 في نادي الشعب البحري. نحن أصدقائك سيكون متواجد معاكم إن شاء الله لتغطية هذه البطولة المتميزة. وصلنا معاكم إلى ختام نحن أصدقائك، الأسبوع المقبل لقاء جديد عبر الفضائية الكويتية. مع السلامة.